شهيوات مجربة ولديدة مع هدى اليداري. صباح الخير دابا لكل حادقين والحادقات. شوف هدى اليداري. صباح النور حبيبتي، صباح النور لكل الحادقات ديالنا بحال اللي قلتي جميلة، لكل حبيباتي المغربيات. كيف عاملة بعدا أمورك هادية؟ الله يطول عمرك، الحمد لله والشكر لله. بداية أسبوع موفقة ليك يا ربي لينا وليك وجميع المستمعين ديال شدا فام. قبل ما نفتحوا المجال في وجه جميع المستمعات والمستمعين، كيف قلت الحادقات والحادقين على 0522 36 10 36 أو على الأس إم إس على 55 66، ثمن الرسالة الواحدة 6 دراهم تي تي سي. دابا نقول لهم أنهم يوجدوا ورقة وستيلو، علاش؟ باش أننا نعطيو ربما الوصفة ديال الشيف اللي اليوم كتكون اقتراحك، وكنحاولوا دائما نمشيو في الإطار ديال شوية بشوية، حتى السيدة اللي كتكون في أولى تعليم ديال المطبخ كتولي تاهي من هنا القدام تحت رعايه ديالكم، علاش لا كتكون تاهي من الناس اللي كيكونوا من لي شيف في الديور ديالهم في المنازل ديالهم. تفضلي هدى. اذا حبيبتي اليوم عندي نقدموا لهم اللي هو صابلي بالقهوه، رائع بالشوكولا، الكبير كيبغي والصغير كيبغي، انا شخصيا لا انا ولا ولادي لا كلهم، لان رائع. فما كيجيش ذاك المذاق ديال القهوه جميله كثير اللي كنعرفوا كيضرق بطبيعه الحال، كيجي خفيف ولكن لذيذ. فناخذوا ورقه وستيلو وناخذوا المقادير ديالو اللي هي سهله في متناول كل شيء الناس. نعم. اذا نبداو، عندنا ربع ديال الزبده، عندنا جوج معالق كبار ديال الزيت، زيت المائده، هادو المقادير. عندنا 50 غرام ديال الحليب بودره الحليب، غادي نستعملوا معلقه صغيره ديال بودره الكاكاو، غادي نستعملوا كاس ديال السكر كلاصي، غادي نستعملوا معلقه صغيره كاس ديال السكر كلاصي، كاس دائما من حجم كاس العلبه ياك بطبيعه الحال. عندنا جوج خنشات ديال القهوه سريعه الدوام، ولا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه، سواء بغيتي ديري جوج خنشات منها ولا ديري غير معلقه صغيره، او كيكون احسن والد الى لقينا لاروم او الروح ديال القهوه متوفره. الناس اللي ما لقاوش اللي كيستعملوا جوج خنشات ديال القهوه سريعه الذوبان. نعم. اذا نعاودوا المقادير هودي الا سمحتي. يا حبيبتي. اذا عندنا 250 غرام ديال الزبده، من الاحسن هنا تكون الزبده جميله ديال العبار لان عندها واحد اللذه خاصه. غادي نستعملوا جوج معالق كبار ديال زيت المائده، غادي نستعملوا 50 غرام ديال بودره الحليب، غادي نستعملوا معلقه صغيره ديال بودره الكاكاو، عندنا كاس ديال السكر كلاصي، عندنا جوج خنيشات ديال القهوه سريعه الذوبان، وعندنا الدقيق حسب الخليط. فالدقيق ما كيتعداش واحد بحال كنقولوا، ما ننساوش هنا باننا ما عندناش البيض، ما عندنا لا بيض لا بزاف ديال هذا، فما كنتعداش عندنا واحد 500 غرام يعني واحد نص كيلو ما كيتعداهاش. نعم. فعندنا غادي ناخذوا غادي نبداو بشويه بشويه. فاول حاجه كنوضعوها في القصه هي الزبده، ياك؟ هنا اللي مهم عندي هو بودره الحليب اللي غادي نستعملوا، غادي نحمصوها ماشي غادي نحمروها حتى تولي كحله، لان ما نساوش بودره الحليب بسرعه كتاخذ الكحول هذا يعني دغيا كتحرق. فنقصوا البوطه مهيله، واحد مغرفه العود نبقاو نديها ونجيبها في المقله ميم با واحد جوج دقائق على الاكثر. تحمر غير شويه غير شويه، تاخذ واحد اللون اللي كي واحد اللون خفيف بحال داك اللون الصابلي، اللون ديال الرمله خفيفه، وكتكون كيعطي واحد النسمه رائعه، واحد اللذه زوينه بزاف اللي صابلي ملي كيتحمر. فكنوضعوا الزبده، نضيفوا عليها السكر، نضيفوا عليها الزيت المائده، نضيفوا عليها بودره الحليب، ونبداو نعجنوا مزيان حتى كينسجم داك الخليط. هنا قهوه سريعه الذوبان من الضروري باننا نذوبوها جوج معالق كبار ديال الماء بارد، ماشي الماء طايب، او لا الا بغيناها تكون سريعه فنديروا الماء، نديروا الماء مغلى باش كذوب ونخليه حتى يبرد. نعم. عاد نضيف داك الخليط. فيا اما درت لاروم ديال القهوه، روح القهوه كنضيف معاها جوج معالق كبار ديال الماء، زيت الماء عادي يعني هكا الماء عادي من روبيني جوج معالقات. فديك الماء علاش؟ الماء هو اللي كيعطينا واحد لو كخو كونسابلي، كيعطينا ديك التقرميشه وكيبقى موضه، يعني يبقى عندك حتى جوج سيمانات ديك القرميشه محافظ عليها. ماشي. اذا فكناخذوا هادو هما المقادير ديالنا وكنعجنوا مزيان، كنبداو نعجنوا مزيان حتى كينسجم الخليط، عاد كنضيفوا الدقيق، اخر حاجه كنضيفوها هي الدقيق. فمن بعد راه ما غنعاودوش نعجنوا الصابلي، يعني مجرد اننا كنجمعوه بالاصابع. نعم. صافي، مني كنجمعوه بالاصابع كناخذوه كنديروه بطبيعه الحال في الثلاجه مده ديال واحد 5 دقائق. نعم.
كنستنى واحد 5 دقائق في المجمد. علاش؟ غير باش كتقبط ليا داك العجينه وكتجيني ساهله بعدين نطلقها. ومني كنبغي نطلقها كنطلقها بين جوج ميكات. نعم. اذا كنفرش الميكه الاولى كنحط العجينه ديالي من بعد الميكه الثانيه عاد كنبدندلك عاد كنبدندلك. فما نطلقوش رقيق بزاف لان احنا هنا ما غاديش نلصقوه، غادي يبقى غير وحده. فغادي يبقى غير يعني طبقه وحده، ما غاديش نديروا له جوج وحده على وحده ما نلصقوهمش، فيبقى شويه غير ما نقطعوش رقيق بزاف. هو كيجي على شكل قلوبه زوين بزاف، ملي كنقطعوا على شكل قليبات هكا كنقطعوهم نوضعوهم في لاطا ما مدهونه ما والو. فيا اما ورق الطهي بابي كويسون او لاطا تكون عندي مزيانه، ما تكونش ديك اللي كحله وفيها ديك القشره اللي كثيره. فإلا عندي لاطا ماشي كحله اولا هذه ممكن نستعمل ديك الساعه عليها ورق الطهي. كندخلهم الفران، يكون عندي شويه الفران سخون، يكون عندي شويه الفران سخون مزيان. من بعد ملي كيسخن الفران يعني ماشي حتى كنسخنوا الفران قبل من قبل واحد 5 دقائق مزيان، نقصوا ونطفي الفوق ونخلي الصابلي ديالي كيطيب على مهلو باش ناخذوا ديك التقرميشه اللي حنا بغينا. ياك هذيك التقرميشه اللي هي كتكون، فبالتالي راه ملي كياخذها الصابلي كياخذها من داك الفران اللي يكون مهيل ماشي تحرقيه بسرعه ونخرجوه. من بعد ملي كيخرج نخليوه يبرد على راحته، تيبردنا الصابلي وكنغطسوه وسط الشوكولا كيتغطس كله. نعم. ياك كيتغطس كامل وكنهزوه بالفرشيط، كنبداو نهزوه وحده بوحده كنحطوه حتى كيبرد داك الشوكولا، حتى كيبرد. كناخذوا واحد داك ما تبقى شويه باش كتكحل عادي ما نستعملو، فالزواق ديالو كيجي رائع بزاف. هو ملي كيبرد ديك الشوكولا كتبرد، كناخذوا الشوكولا اللي كتبقى عندي كنديرها في واحد البوش ولا في ستيلو ديال الشكلاط ولا ميكا ولا داك الكاغيت اللي كنديرو على شكل كورني. نعم. غير باش كنحصلو على خطوط رقيقه. نعم. فحتى كيبرد يعني تغطسنا في الشكلاط وخليناه برد على راحته، عاد كندير عليه خطوط هكا، ماشي نديها ونجيبها، غير خطوط هكا اللي تكون طويله فوق منه، وتاكدوا بانه كيجي فيه واحد المنظر رائع وواحد المذاق اروع. نعم. فديك الخطوط فوق اللون في اللون كيجي زوين، داك اللون في اللون فوق منه. نعم. فكيجي رائع بزاف، كنقدمه بصحه والراحه. هذا جميل حتى بالنسبه للامهات اللي عندهم الوليدات ديالهم، فهذه طريقه باش انهم يساعدوهم اللي كنبغيو دوك الرشيمات، يعني كل واحد يعمل الرشمه اللي بغا، كاين قلوبه، كاين نصف دوائر، كاين هلال، كاين بزاف ديال الاشكال، كاين على شكل ربما حيوانات اولا دباديب ديال الاطفال. فبالنسبه هذه كيحبوا الاطفال يديروها. نعم نعم، يعني كل واحد يقدر هنا ديال المساعده اللي كنشاركوا فيها الوليدات ديالنا وكنفرحوهم. وكيف قلتي يقدروا داك الشوكولا اللي كيبقى لينا هو اللي كنعاودوا نديروا في داك البوش اولا في الجيب الحلواني اللي كيكون على شكل كورني اللي كيكون صغير، وكنبداو نعملوا خطوط. كتجي لذيذه. مشكوره هدى، شكرا حبيبتي على الوصفه ديال الشيف اليوم اللي هي صابلي بالشوكولات اولا بالقهوه سريعه الذوبان. مازال غنتلقى المكالمات ديال المستمعات والمستمعين الحادقين والحادقات اللي باغيين كذلك يشاركونا الخبرات ديالهم على شو الشهيوات ديالهم الجديده والمجربه، بالاضافه للاسئله ديالهم كلها لهدى اليدري اللي مازال حاضر معنا وغتبقى معنا في شذا الاسره. اذا ما عليكم الا تواصلوا معنا على 0522 36 10 36. كيف يمكن لكم كذلك ترسلوا لنا بالاسئله ديالكم على الاس ام اس على 55 66، ثمن رساله الواحده 6 دراهم تي تي سي. وناخذ مكالمه ديال ليلى. ليلى صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك. شفت لي الشرف نهضر مع هدى. تفضلي حبيبتي. حبيبتي صباح النور. الله يطول عمرك. الله يحفظك يا حبيبتي. الله يطول لي عمرك. ليلى خطك علينا. الله يحفظك يا حبيبتي ربي يحفظك. جربت مرتديلا وجربت كاشير وجربت شلا وصفات وسبقوا لي. الحمد لله تبارك الله عليك بالصحة والراحة. الله يطول لي عمرك. ليلى خطك. الله يحفظك شكرا حبيبتي. عندك سؤال يا ليلى؟ اه؟ عندك شي سؤال يا ليلى؟ اي اختي مرادي بغيتي الفقاس الحار؟ صغيور. مرحبا. نعم. اذا مشكوره ليلى على التواصل، ان شاء الله نعطيوها الوصفه ديالها. مازال كذا كنتلقى مكالماتكم دائما على 0522 36 10 36. كيف يمكن لكم تواصلوا معنا من خلال الاس ام اس على 55 66، ثمن رساله 6 دراهم تي تي سي. اذا الفقاس الحار يعني بزاف ديال الناس هما كيبحثوا عليه وكيبغيو لانهم كيبغيو يحطوه ضمن المقبلات ربما قبل الغداء او لا حتى في الكاسكورت او الكوتي. هنا الا بغينا نعطيو ليلى وصفه اللي دائما تنجح لك في الوصفات اللي قبل حبيبتي. نعرفوا بعد الفقاس دابا مع العاشوره ومع هادي، فبالتالي ضروري كيكون عندنا فقاس هو حلو ومالح، كيكون عندنا اروع ملي يكون حار شويه ديك النسمه اللي كتكون حاره فيه. فنعطيوك حبيبتي ليلى المقادير ديال الفقاس الحار. اذا حبيبتي ليلى غادي ناخذوا الفقاس الحار. حبيبتي هدى غنعطيو المقادير ديال الفقاس الحار ولكن حر المكالمه. لا داكوغ. اذا مرحبا. الو السلام عليكم.
السلام عليكم جميلة، لاباس عليك؟ لاباس، ربي يحفظك. تفضلي صرفيني بالاسم ديالك. معك حسنة من أزمور. تفضلي حسنة. نتشي نقص من الراديو. لا مش مستمعاتنا مجتهدات يعني ما شاء الله اليوم. نعم لالا ودا، لاباس عليك؟ الله يطول لي عمرك لالا حسنة، تبارك الله عليك. الناس دا أزمور الله يحفظك اختي ودا. بغيت عافاك نسولك انا الكيك ما تصدقش لي والو. الكيش؟ الكيش؟ الكيك؟ الكيش حسناء. الكيكة. الكيك. اش من نوع هذا الكيك حبيبتي حسناء؟ العادية ما تصدقش لي، ما تلصق لي. اول حاجة تلصق لي في الطاوة. وما عرفتش الكاس ديال القياس واش كناخذ، يعني كناخذ انا غير الكاس ديال عادي صغير، ما عرفتش واش ناخذ كاس ديال العنبة او لا. لا حبيبتي حسنا، شنو كتستعملي في الكيك؟ نعم، المقادير ديالك حسنا. المقادير ديالي نسيتي. كنت كيكة عادية عادية اللي فيها سميشو، فيها غرس، فيها زيت، فيها بيض، فيها طحين. اي ياك مشكلي كتوقع لك بانك تلصق والكاس. اي تتلصق. اذا مشكورة انا عاودو نعطيك المقادير ديال هدى واللي غتجربيها وتنجح لك ان شاء الله. اذا نمشيو للسؤال ديال ليلى، ما كاينش مكالمات مهدي، اذا نجاوبوا على السؤال ديال ليلى اللي تكلمت على الفقس الحار وعطيتي تذكير بان عشرة يعني هذا الاسبوع في اخر الاسبوع. انا جايين وبعد عواش مبروك للجميع. تفضلي هدى. مسلمين يا ربي. فالفقس الحار حبيبتي، فقس الحار هو مره من الحاجات الرائعه. غادي ناخذ اول حاجه، غادي نعطوك فقس حار ماشي اللي كتشريه العادي، ولكن نعطيك شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل اللي هي غتشريها من لي باتيسري كبار. كيكون واحد لي ساشي راه كنشوفوهم بزاف، ساشيات كيكون فيه 200 غرام كدير ب 20 درهم ولكن رائع ولذيذ. فغادي نعطيو المقادير ديالو. فانا المقادير اللي غادي نعطيك حبيبتي ليلى ممكن تقسميهم، انا عندك مقادير وتقسميهم على اربعه. ديري شويه حر، وديري شويه بالزعتر، وديري شويه بالفخوماج، وديري شويه بالبافو. نسمي انت بالاشكال اللي انت بغيتي فكيجي رائع. فاول حاجه كنستعملوها غادي ناخذوا ربعه ديال الزبده. ربعه الزبده تخرج لك كميه كبيره، يعني تخرج لك واحد الكميه اللي تبارك الله. نعم ياك. رجعي جميله، سمحي لي غنرجع للصابلي اللي عطينا في الاول. كيخرج هذيك المقدار اللي عطينا ديال 250 غرام الزبده، كيخرج 80 حبه. نعم كيوصل 80 صابلي وحده، 80 حبه ديال لي صابلي. فقط هذيك سمحوا لي يعني نرجع للصابلي غير باش الناس اللي كيبغيو يخدموا لي كوموند او لا هذه. فكيخرج 80 حبه، كيدير الثمن ديالو بين 80 وبين 90 درهم. نعم هذا صافي المجال ديال البيع. لا حيت ما فيها باش نعطيهم كتذكير الناس اللي كيبغيو يخدموا به ولا لي كوموند ولا لا يسهل على كل وحده. اذا رجعوا الفقاس الحار حبيبتي ليلى. ليلى الفقاس الحار كنستعملوا قلنا ربعه ديال الزبده، كنستعملوا ربع كاس ديال زيت الزيتون ولا زيت المائده لك حريه الاختيار. كنستعملوا ضريس واحد ديال الثومه نورمالمون كتكون الثومه الغبره. يا ريت ليلى تلقاي الثومه بودره تستعمليها، اولا الا ما لقيناش الثومه اللي هي بودره نستعمل غير الضامه ديال الثومه ديك الصغيره نحكها في الحكاكه رقيقه ونضيفها. كنستعملوا معلقه صغيره ديال الملحه، ما نستغربوش هي معلقه حتى المعلقه ونص ديال الملحه، لان خصو يجي مذاق الملحه. ما يجينيش كيجي باسل. نعم ياك. كنستعملوا معلقه كبيره عامره ديال الموطارد، كنستعملوا شويه ديال البزار، كنستعملوا جوج بيضات، وكنستعملوا ربع كاس ديال الماء، الماء عادي من الروبيني كنستعملوه. وكنبداو نطربوا هاد المقادير هادي، كنخلطوها. كنستعمل سمحي لي ليلى كنضيفوا جوج قطع ديال الفرماج، ثلاثه ديال القطع على حسب اللي بغيتي، جوج حتى ثلاثه كنستعملوا ديال القطع الفرماج مثلث او مربع اللي بغينا اللي بغيتي لك حريه الاختيار. كنعجنوا مزيان هادشي، وكناكد بان الملحه من معلقه حتى المعلقه ونص، راه معلقه ونص باش كتعطيني واحد النسمه لذيذه. نعم. زوينه. فهنا انا ما نسمتش لحد الان، كنديروا العجين عادي العادي. كنجمعوه بالدقيق هادشي كله، كنخلطوه في القصعه. اول شيء هو كيكون عندي هو الزبده، هو الموطارد، هو زيت المائده اللي كنقول ربع كاس، وكنبداو نضيفوا الماء بشويه بشويه، وكنضيف ديك الضامه ديال الثومه. انا كنعجن مزيان هادشي كله باليد، وكنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع عندي العجين. ملي كيتجمع العجين هنا حبيبتي ليلى، كل المستمعين اللي بغيو يحضروا في القصر راه ما فيهش خميره، راه ما كاينش نهائيا خميره، ما كنستعملوهاش فيه. فباش كيجي داك التكرميله ما فيهش خميره. فكنعجنوا هادشي كله باليد مزيان، وكنبداو نقسموه على ربعه. هذا كنضيف فيه شويه الحار،
والحار اللي كنستعملوا فيه ماشي هريسه حبيبتي ليلى فكتكون سودانيه. نعم سودانيه. وباش كنميزوه جميله شويه على باش كيعرفوا الناس راه حار كنضيفوا فيه شويه اما التحميره ولا نص معلقه صغيره من رشاد الحك على اللون. على اللون باش كتعطينا كنميزوا راه حار باش كيعطيني واحد اللون راه حار. كنجيب الكره الاخرى كنضيف فيها الفروماج غابي الفروماج محكوك ناخذ واحد 100 غرام ديال الفروماج محكوك نحكه في الحكاكه الرقيقه ولا ناخذه محكوك وكناخذ كنضيفوا على ديك الكره وكنبدا نعجنها مزيان. كنضيف على الاخر شويه ديال الزعتر شويه ديال الزعتر اللي كنحشك يكون ورق ما نطحنش نحكو بين يديا ونضيفو. هذه علاش انا درت لهم هذه الطريقه حبيبتي ليلى باش ما تبقاش ديك قضيه نطلق العجينه وعاد لويها حيت كاين بارفوا كنبقاو نطلقوا ديك العجينه فيها شويه التمره دخل المجمد وخرجوا فهمتي شويه ديال التمره ياك. فانا وليت كنتفاداها فغنعطيوها واحد الطريقه سهله وفي ساعه انا كنقلبوا على سهله هدى. فالرابعه كنزيدوا فيها البافو اولا كنزيدوا فيها قطع زيتون كحل كنطحنوه كنجيبوا زيتون كحل عادي ديالنا نحيدوا العظم ونطحنوه عند تخوا حتى كيولي عندي على شكل معجون. هذاك نعم. المعجون كناخذ منه معلقه صغيره وكنضيفها كيجي اللون ديالو هكا بحال المحبب اولا كري كيجي رائع بالزيتون الكحل كيجي واحد فيه واحد النسمه زوينه بزاف. فهادو هما اربعه ديال الانواع ديال القطع ديال الكرات اللي عندي محطوطين غادي ندخلهم للمجمد. انا اسهل طريقه كنديرها وبزاف ديال الناس حتى التلاميذ اللي عندي في المدرسه عجباتهم. نعم اش كنديروا كنجيبوا العجينه كنطلقوها كنقدوا على شكل مربع كنهزوا ديك العجينه كلها برافو عليك كنهزوا ديك العجينه كلها وكنحطوها في اللاطه وكناخذوا ديك الجراره ديال الشباكيه كنبداو نديروا خطوط رقيقه قل من العرض ديال الصبع خطوط رقيقه وكنرجعوا كنقطعوها ثاني كنديروها بحال اللي كنديروا زائد كنبقاو نقطعوها هكا شرائط طويله ونديروا ثاني الجهه الاخرى. بغيناهم مستطيلات صغيورين ولا بغينا مستطيلات كبار على حسب انت اللي بغيتي ولا بغيتيهم هكا عويدات بحال العويدات فلا كيحل. هذه وحده هذا ديال الزيتون كيجي ديال الزيتون اولا ديال الزعتر كيجي زوين بهذا الشكل بهذا الشكل كيجي رائع. الحار حنا متعودين على الحار فالحار كنديروا حرابل عادي كنديروا حرابل عادي كندخلوهم المجمد. اول عجينه كتبدا بها حبيبتي ليلى هي ديك الحمراء اللي فيها الحار باش تحربلي دخلي المجمد بيد من انت وجدتي الاخر كتكون هي جمدات وجدي قطعي ياك. والاخرى كتكون عاوتاني طريقه اخرى اللي كنديروها في ديال الفروماج ديال الفروماج كيجي رائع بزاف ومعروف كثير كيجي على شكل مثلثات. نعم شكل مثلثات ساهل غادي ناخذ العجينه ديالنا الجراره نيت هي نيت اللي كنستعملوا وكنبداو نقطعوا بحال دابا بين وحده وحده كنديروا قطعوا واحد الطرف ديال الكرتون فيه جوج سنتيم ولا جوج سنتيم ونص ديال العرض وكنبدا نحطو ندوز باش كتجيني قد قد. مني كنقطعوا دوك المستطيلات هكا بالجراره هما مربع في اللاطه باش ما نبقاوش نهزو نحطو كنديو على داك الورق ديال المطبخ اولا الورق اللي كيدخل الفران ياك ضروري نطلق العجينه هكا ونحطها فوق اللاطه ونبدا نقطع بجراره غير كنقطع مستطيلات ونرجع نبدا ندير مثلثات كل مستطيل كنقطعو على شكل مثلث. اذا كنمشي في الاول بالطول هكا نيشان بالتالي كنبدا نمشي بالجنب باش كيعطيني المثلثات فاسهل طريقه وكتجيني سهله هو منه حتى كيتبقى تفرقيه بين بعضياته وكتبدا تحليه بحال داك اللي بغيك ولا داك لو دومينيون كنبداو نفرقوهم بيدينا فكيجي اسهل. فكيبقى لك الرابع انت يا اما كديريه بالطوابع اللي هما صغار وجيبي العجينه عطيني نفس الشكل جيبي العجينه فوق اللاطه نحط نسرحوها هكا على شكل مستطيل نحطوها في لاطه وناخذوا داك الطوابع الصغار نبداو نطبعوا في وسط اللاطه وكنهزوا داك الجناب اللي هما زايدين وكيبقاو عندي مطبوعين. نعم هذاك الشكل عاوتاني الاخر ديك العجينه اللي بقيت عندي عاوتاني كنطلقها هذه غير فقط واحد الشكل هو اللي كيعذبنا شويه ما تبقى كله سهل. اذا الحار هو فقط اللي كنحربلو وكنقطعو بطبيعه الحال اما الاخرين عطيتي طريقه اللي هي سهله وانا متفقه معك لان مجرد ان ما كنعملو اللاطه ونعملو على هذاك الورق ديال المطبخ وبالتالي كنعملو فيها العجينه اللي طلقناها وكنبداو نعملو غير بالجراره بشكل اللي بغينا يعني وكندخلوها مباشره للفران فهذه اسهل. واحد بيني وبينك اللي ما بغاش يدير فقس كيديروا كيقول لك ساهل لان ما كتبقاش تدخل كيف قلتي المجمد وقطع وعاود دوار وحربل وعاود قطع وعاود استفهم يعني هذيك الطريقه اللي سهله جدا بيني وبينك جميله كتولي تقول ما بقيتش بغيت نشريه وما نبقاش نضرب في التماره سهل جدا. اذا مازال غنجاوبوا على الاسئله اللي عندنا كذلك وكل المستمعين والمستمعات مازال يقدروا يتواصلوا معنا على 0522 36 10 36 كيف يمكن لكم كذلك تبعثوا الاسئله ديالكم على الاس ام اس على 55 66 8 الرساله 6 دراهم تي تي سي دائما في شهاده الاسره.
مازالين معكم في شهادة الأسرة، مازالين مع الشيف هدى اليداري، ومازالين في شهوة مجربة ولديدة، والأسئلة ديالكم من خلال 0522 36 10 36 أو على الأس إم إس على 55 66 8 رسالة 6 دراهم تي تي سي. إذا قبل ما نجاوب على سؤال ديال حسنة من أزمور اللي تكلمت على الكيك ما كيصدقش لها ربما في العبار ديال الزيت أو لا في الكاس اللي كتعبر به، نقرأ بعض الأس إم إس اللي جاو. سلام الفقاس، شحال د الوقت نخليه في المجمد؟ حبيبتي تخليه واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق على حسب درجة البرودة اللي عندك في المجمد ديالك، غير باش يسهل عليك التقطع ديالو. حنا بغينا غير ملي تخليه غير تقطعيه باش يكون ساهل عندك بأنك تقطعيه بسهولة. وبالنسبة للمدة ديال الاحتفاظ؟ المدة ديال الاحتفاظ هو كيبغي يحتفظ بينه وبينك جميلة ماشي في المجمد، هو نحتفظوا به في شي بلاستيكة، كل واحد ديرو في ميكا ونديروه في واحد السطل اللي يكون يا اما سطل يا اما علبه ولا في قراعي ديال الزاج كيبقى هو هو. يعني كل واحد باش من السم كنديروه في بلاستيك ولا عندهم. واضح. اذا مازال اس ام اس اخر ولكن حروا مكالمه على 0522 36 10 36. قول الو صباح الخير. الو صباح الخير لالا، كي دايره جميله؟ لاباس عليك؟ لاباس ربي يحفظك، انت على خير؟ يبارك فيك. كي دايره هدى؟ لاباس عليها. واش المباركه تطفي عليكم الصحه ولهنا وانتم كذلك. شرفيني بالاسم ديالك. اختي بغيت غير نسول هدى الله يعطيك الصحه. واخا غير شرفيني بالاسم. قبلي اسماء. اسماء من الدار البيضاء. تفضلي اسماء. اختي بغيت نسولها على لي صابلي بريستيج شي حاجه، حيت عندي واحد الاسبوع ديال بنت اختي وبغيت ندير لها جوج شكلات ديال الحلوى كادو من عندي. بدا مبروك عليها. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ندير لها صابلي شي حاجه تكون زوينه وندير لها فقاس تبغي يكون زوين. اذا واضح السؤال ديال اسماء، بغات شي حاجه مضخمه. الله يعطيك برستيج. مبروك عليك اسماء. لا اسماء يكون ماشي شوكولا، يكون عادي لان غادي ديري شي حاجه برستيج. قبيله في الاول بغيتو غير عادي يكون كنفند باللوز من الفوق وشي حاجه. دابا جنا ديال لي صابين نقدر نخرج منها 4 اشكالات ولا 3 ولا على حسب، بالكونفيتور من الفوق مسقوبه وندير عاود وحده اخرى فوق منها اللوز ايفيلي ولا اللوز عادي والاخر الفقاس يكون باللوز، شي حاجه زوينه. الله يعطيك الصحه. مرحبا لاله. مرحبا لاله اسماء. صباحكم مبروك. الله يبارك لاله. اذا اسماء هذا الصابلي بريستيج. بالنسبه للسؤال الاخر على الاس ام اس على 55 66 8 رساله الواحده 6 دراهم تي تي سي، كتقول عفاك هدى القريشلات الصغار ديال مراكش. الله يخليك، هذه فاطمه من مراكش. إذن بغات حددت لينا يعني بغات القريشلات ديال مراكش. بينك رائعين مراكش. يعني صراحة كل واحد سبحان الله كيف المسألة ديالو، وخاصة حنا على مقربة ديال عاشوراء وهاد المسائل كلها كتحك فاكية بطبيعة الحال. إذن نمشيو نكملوا على السؤال ديال حسنة اللي من أزمور اللي تكلمت على الكيك أشنو فيه؟ اشنو تعطيها حبيبتي حسنة؟ يا مسكينة طلبت غير كيك داك الكيك العادي. يا ربي غير تصدق لها. شوفي حبيبتي حسنة، انا غنعطيك كيك انت تفني، غادي تولي كتفني في انواع ديال الكيك. فغادي اول حاجة خصو يكون عندك كاس العنب حسنة حبيبتي. كاس العنب دابا تبارك الله العالم كله ولا فيه، حتى من الجالية المغربية كتقول لقينا كاس العنب كاين. نعم. فبالتالي غادي ناخذوا كاس العنب هو اللي يكون عندك اساسي. انا نعطيك كل شيء لانه كل شيء العبارات بكاس ديال العنبة، حتى الطحين غناخذوه بكاس ديال العنبة باش تبقى هكذا ما تلقيش إشكالية في العبارات. فأول شيء حبيبتي حسنة كنستعملوا الكيك اللي هو عادي بالياغورت أو بالحليب أو بالليمون، هذه 3 منسيمات غتبقى عندك بين قوسين، يا إما كنستعمل كاس ديال الياغورت عادي ولا بشي نسمة، أولا كنستعمل نص كاس ديال العنبة ديال الحليب أولا نص كاس ديال العنبة ديال عصير البرتقال. لكي حرية الاختيار، ما تبقى غيبقاو نفس المقادير غادي تستعمليهم هي هي، سواء درتي الليمون سواء درتي الياغور سواء درتي الحليب. نعم. فأول حاجة حبيباتي كتاخديها هي 4 البيضات، الليمون العادي ديال الكيك ديالنا العادي راه كيتهز 4 البيضات. فربعة البيضات غير حاجة اللي مهمة حبيباتي حسنة، دائما حبيبتي البيض نخرجوه من الثلاجة ونحطوه واحد شوية في حرارة المطبخ، ميم باغي انت بما وجدتي انت داك الشيء ديالك بما حطيتي هادي وهادي وهادي كتحطيه، هو أول حاجة. كنحطوا داك البيض ديالنا وكنضيفوا له كاس ونص ديال السكر السنيدة العادية، غير ما تكون سنيدة غليظة، نستعملوا سنيدة العادية ونستعملوا عليها نص معلقة صغيرة ديال الخل ونستعملوا 2 معالق كبار ديال الماء، الماء العادي 2 معالق كبار ديال الماء، كنضيفوهم على داك السكر وعلى داك البيض وكنبداو نطربوا مزيان. واول حاجه كتكون عندي هي ساشيات الفاني كنضيفها باش كنحيدوا ديك النسمه اللي هي مجهده ديال البيض. نعم. كتكون نسمه رائعه بالفاني. فكنطربوا بطرب كهربائي او طرب اليدوي او بيديك. نعم. او في الخلاط الكهربائي الغراف اللي كطحني فيه العصير، محتوي اللي ما عنديش
يعني خلط الكهربائي ندير كل شيء البيض والسكر والماء والخل والفاني وكل شيء بتترب ونبدا نضيف عليهم نص كاس ديال زيت المائدة زيت العادي كنضيف نص كاس ديال زيت المائدة وكنضيف معلقة صغيرة ديال الزبدة فهذيك معلقة صغيرة ديال الزبدة علاش لان كتكون الكيك ما كيجينيش مرخي تقطع كيجيني شوية واقف شاد حاجة أخرى اللي كتكون مهمة في الكيك وهي فقط كملسمات هذه هي معلقة حتى جوج معالق كبار ديال الحليب بودرة بودرة الحليب اللي بغينا نستعملوها نحمصوها نعم نستعملوهاش مباشرة هكاك باش ما كتعطينيش واحد المذاق اللي كيبقى داك الكيك بحال اللي معجن من الداخل فمني كنحمصوه شوية كيعطي واحد النسوة رائعة بزاف هذه فقط حسنة كتبقى كملسمات الحليب ماشي ضروري في الكيك يعني هاد الحليب بودرة ماشي ضروري ولكن واحد النسمة لذيذة ورائعة فيه فكناخدو هادشي المقادير كله وكنضيفو عليهم جوج كيسان كبار ديال العنبة معذرة أونص جوج أونص ديال مقادير هادو هما جوج أونص ديال الدقيق مغربل مع ثلاثة الخمارات نغربلو كلشي ناخد المول ديالي كندهنو بالزبدة ونرش عليه الدقيق مزيان من الوسط ومن ديك الدائرة الوسطانية اللي كتكون عندي فيها الكيك ديالي العادي اللي هو فيه دائم تقوب من الوسط فكناخدو كندهن بالزبدة وكنرش الدقيق كندير الخليط ديالي سو بلاس ماشي نخلط ونبقى لا ندهن المول الكيك ديالي عاد نبدا نصاوب الكيك حيت بارفوا كنبداو كتكون الخميره بدات كتفاعل فالكيك ملي كندخلو الفران كنلقاو صافي ما بقاش كيبغي يطلع فاش كتجي مدقصه ولا ما كيف كنقولوا ما كطلعش نعم فمجرد انني نخلط الكيك نديرو مباشره في المول ديالو ندخلو الفران الفران طبيعه الحال ما نسخنوش في الكيك ما نسخنوش الفران خلاص الموسى ديال اتحسنا ما تسخنوش الفران علاش لان غادي يطلع لا من الداخل ولا من الداخل غيبقى لها خضر فغتوحل حل مبتدئات لي هي بروفيسيونيل تسخن الفران على راحت راحتها عارفه القياس مبتدئه شعل الفران ما تجهدوش تخليه شويه ما حدو كيسخن ما حد الكيك كيطلع من الوسط ما حدو كيطيب من الوسط ديالو كتعطي 30 دقيقه ديالو ما تكونش النار مهيله بزاف متوسطه 30 دقيقه ديالو حاجه اللي مهمه جميله الناس اللي كيكون عندهم لاطه ديال الكيك المول الكيك خفيف كيتحرق لاطه تحت منه دائما لاطه ديال الخبز عاديه ديالك حطيها عاد حطي فوق منها المول ديال عاد حطي وسط منها داك لاطه ديال الكيك ديالك ودخلها الفرن حيت علاش بارفو كنشوف داك الديكورات زوين داك اللي اشكال وهذه كتلقايهم حمرين ومصبوغ بالكحل من الداخل ولكن ملي كتطفي الكيك كيتحرق اذا خاص السيدة بعدا تعرف بعدا تشري المول ديالها ما يكونش خفيف نعم وقلتي لها كان خفيف فدير دائما واحد لاطه اللي تحت منه باش على الاقل باش كتحميه شويه ما يتحرقش ليا الكاك ديالي وكنقدمه حبيبتي حسنا انت لك حرتي شوفي حبيبتي حسنا ملي طاب الكاك ما يتقلبش من المول ديالو خليه نص ساعه تيبرد على راحته قلبيه ديموليه بشويه ودهني وجهها بشويه ديال الكونفيتير ولا شويه نطاش اسهل حاجه كونفيتير كنا عندنا في ديورنا ولا العسل ماشي شويه ديال الكوك ولا حكي باستا فوق منه ولا حكي شويه ديال الشكل فكنقدموا الكيك ديالنا بصحه والراحه حسنا اذا حسنا اللي علينا درناه يعني عطيناك المقادير كلها وتا الطريقه ديال المول كيفاش خاصها تكون مالك الا كتنجحي هاد الوصفه ومن بعد توصلي معنا على 0522-36-10-36 باش كنا النجاح ديال الكيك ديالك مازال كنتلقاو مكالماتكم على 0522-36-10-36 اذا مشيو الاسماء اللي تكلمت على انها بغات صابلي بريستيج بالنسبه للاسبوع ديال بنت الاخ ديالها اشنو تعطيها في الصابلي الله يكمل عليها بالخير اسماء وتبارك الله يتربى في عزكم يا ربي ان شاء الله داك التيلاد فاول نوع ديال يعني الصابلي اللي هي طلبات فطلبات انواع ديال الصابلي جوج قالت لك اللي يكون باللوز ايفيلي ولا اللي يكون بداك اللي فيه التقبه ولا كونفيتير الوسط فدابا ولاو مراشم كثار جميله بزاف فاول حاجه غادي ناخذ المقدار ديال الصابلي صابلي غادي تاخذي نفس العجينه انت غتقسميها غادي ما غاديش نبعدوا بزاف على الصابلي اللي درنا فبعدا الصابلي بقيتيش خصو يكون فيه الزبده ديال العبار نعم ضروري من الزبده ديال العبار ماشي الزبده الاخرى كنستعملوا اربعه ديال الزبده عندك المقدار انت تقدري تدوبلي على جوج ياك نحرم مكالمة طبيعة الحال هدى إذا ناخذ مكالمة على 0522-36-10-36 ونقول ألو صباح الخير ألو صباح الخير صباح الخير شيف هدى صباح النور حبيباتي شرفيني بالاسم ديالك أنا حفيظة من مراكش تفضلي حفيظة بغيت الله يخليك شيف هدى تعطيني المقادير ديال القريشلة الصغار ديال عاشورة حلوين ويكونوا وحشين رطيت بين حبيبتي خفيضة اي رطيت بين والطريقة كيفاش نقطعهم كاين واحد الطريقة عندنا كيديروها بحال الهرم وما كنعرفش انا ليهم ما كنعرفش ليهم لكن على خاطرك
تعطيهم لي الله يخليك. مرحبا مرحبا لاله حفيظه على الراس العين. مشكوره حفيظه من مراكش وشكون المستمع اللي كيتواصلوا معنا. مازال كناخذوا مكالماتهم على 0522 36 10 36. نكملوا اذا بالنسبه للاسماء هدى. اذا حبيباتي نكملوا للاسماء. هو زاد ديال العبار قلنا باش ناخذوا بريستيج ولا ناخذوا داك الصابر اللي حنايا كيعجبنا وكيكون لذيذ. ف اول حاجه كنديروها هي زاد العبار. الرابعه ديال زاد العبار غادي تخرج لك واحد الا حيت غادي نلصقوهم مع بعضياتهم لان ما غاديش يبقاو عندي. فكنحصلوا على 40 42 حبه. نعم بربعه ديال الزبده. فاول حاجه كناخذها كناخذ ربعه ديال زاد العبار ياك، كنضيف عليها نص ربعه ديال الزبده ديال المارغرين. اي نوع ديال المارغرين حنا قلنا؟ قلنا هذيك النهار باش ناخذ داك الصابلي اللي هو رقيق. فكنضيفوا نص ربعه ربعه ديال زبده العبار في نص ربعه ديال الزبده ديال المارغرين ياك. النكهه اللي ضروريه كتكون يا اما الكراميل او النوكا، نكهه النوكا او لا نكهه ديال الكراميل. هادو جوج هما النكهات اللي خصنا نستعملوهم ضروري، وكتكون النكهه اللي هي زايده اللي هي كتكون لاباز ديالها هو الفاني. الفاني ماشي الفاني العادي اللي كنعرفو، كيكون الفاني اسود داك السائل. هادي هي بغات صابلي بريستيج، فكنقسوه في الاول كنطلعوه بالفاني، من بعد تقدر تقسمو على جوج وتستعمل هذا زيد فيه شويه النوكا وتزيد تستعمل فيه الكراميل، ولكن من الاساسي يتحضر بالفاني. بالفاني نعم. لاباز ديالو كيكون فاني، عاد ديك الساعة نقسمو النكهات اللي حنا بغينا. فكنزيدو عليهم جليكوز، معلقة كبيرة ديال الجليكوز من الضروريات، كنستعملو عليهم ربعة ديال السنيدة ولا ربعة ديال السكر كلاصي اللي بغات، لها حرية الاختيار ياك، ولكن معلقة الجليكوز كبيرة كنستعملوها، كنستعملو جوج معالق كبار ديال زيت المائدة. كنضيفوهم اليوم كنبداو نعجنو مزيان هاد الشيء باليد مزيان، حتى كتنسجم عندي ديك الزبده العبار مع الزبده الاخرى مع الزيت. كنضيفو عليهم جوج بيضات بالصفر ديالهم كاملين. كنعجن هاد الشيء كله، كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، ما كاينش خميره، كنبدا نضيف الدقيق بشويه 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 بشويه. هنا اللي رائع واللي مهم الا بغات تستعملو في الصابلي، ف 100 غرام 100 غرام لكل ربعه ديال الزبده ديال الحليب بودره اللي تكون محمصه شويه. نعم غير اللون ديالها خفيف. وكنضيفها كذا تضيف دقيق بشويه بشويه بطبيعه الحال، ما تكون غير بلناه دقيق وكل لون ديالو ابيض. ملي تاخذ الحبيبتي اللون هذا تاخذو، علاش؟ لان ملي كنستعملو داك الدقيق الاخر كدير الصابلي كيتكمش فهادي ديالو ملي كتخرجي الصابلي ما كتبانلكش مقاده ومسرحه ومصوبه، لان كيكون الدقيق ماشي 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 ممتاز، يعني شي حاجه نوعيه زوينه. نعم كاين الدقيق اللي خاص بالحلويات. فهنا كنهضرو على الصابلي اللي بريستيج مش الصابلي العادي. فغادا تعجن بشويه بشويه، غادي تقسم داك الدقيق من بعد ما صوبات ودارت الدقيق اللي هو غادي يجمعوا ليها، غتقسم على جوج، نصف غادي دير له الكراميل والنص غتزيد ليه النوكا. غادا تورق بهادي وديروا هنا اللي مهم هي بغات ديروا وحده بالكونفيتور اللي هي مثقوبه من الوسط تكون بالكونفيتور، وبغات الاخرى اللي تكون اشكال بلوز بالصابلي. يعني فهذا واحد اللي هو بالنوكا كيتلصق طبعا الحال كيتقطع وكيدخل الفرن وكيطيب، واحد كنلصقوا بالحليب المركز محلى اللي كيكون كراميل اللي كيكون فوق منه لوز ايفيلي. كتلصق وحده على وحده وكدهن الوجه ديال داك الفوقانيه وديروا في اللوز ايفيلي اللي كيكون محمص ماشي محمر، غير محمص شويه. نعم. ياك وكتاخذ الاخر اللي كيكون بلا كونفيتور كديروا الوجه ديالو كدهن ليه وجهه بشويه ديال لا كونفيتور اللي كيكون طايب، لان نعرفوا لا كونفيتور بغينا نلصقوا وحده على وحده ما يجيش كونفيتور عادي غدا تزلق غادي سيلي هذاك لا كونفيتور الوسط. فاحسن شيء كتاخذ قرعه ديال لا كونفيتور اللي جاري خفيف ديال الحلويات، عفوا ديال الحلويات هذاك، كضيف عليه 100 غرام ديال السيده، كديرها في كسرونه كضيف عليها 100 غرام ديال السيده، وكتنقص البوطه وكدير معلقه كبيره ديال عصير البرتقال ولا روح الفرامبواز ولا روح الفريز كيتباعوا. فهذوك معلقه نص معلقه صغيره منهم ولا حتى المعلقه صغيره كتعطي اللون داك البوغدو داك اللون كرونه اللي كيجي بحال اللي دايره لا كونفيتور ديال الفخيز. نعم. فكدير منها معلقه وكتخليه يطيب على بوطه مهيله وهي كتحرك بمغرفه العود حتى كيولي عندي معلق، كيولي نهزو كيبدا يلصق في الاصابع، كطفي عليه وما نردو البال. راه ملي كيكون كيطيب راه كيكون باقي خفيف شويه، راه كيبدا قصا كيجمد. نعم. فتخليه مده ديال واحد 8 دقائق على الاكثر حتى يبدا الغليان، تحسب له واحد 7 حتى 8 دقائق يبدا يغلى، طفي البوطه تخوي في زليفه وتخليه يبرد، بدا تهز منه شويه تلصق ومنها اوميم طو، ولكن ملي تلصق ما دانش ديك الصابليه كلها، دير غير شويه في الوسط في الوسط باش تاخذ ديك الثقيبه فيها داك اللون، وداك الفوقاني داك الدائره الفوقانيه اللي هي مثقوبه ديجا هي دهناتها. يا اما دهنا بالحليب المركز محلى ولا شويه الجليكوز حتى
هو كيعطي داك التعليكه ودها اليوم الوجه ديالو تفندها في اللوز مهروش لا حيت الاخرى درناها باللوز ايفيلي وهذه اللي بغاتها بلا كونفيسور دها لي هذاك الوجه ديالها ودوزوا شويه ديال اللوز مهروش نعم شويه ديال اللوز مهروش بدا تلصق لا كونفيتور هذيك اللي ما متقوباش فيها الكونفيتور نحطو فوق منها هذيك الدجاج زوقناها باللوز وكيبان داك اللون زويون مع داك اللون ديال اللوز فكيجي رائع بالصحه والراحه والله يكمل عليهم بالخير. بالنسبه للفقاس كيف عادي ولا الفقاس البريستيج؟ ماشي فقاس بريستيج لان الفقاس اللي هي بغات فقاس يكون شي حاجه اللي هي ممتازه فحبيباتي غادي نستعملوا فقاس غير هو شويه مختلف طريقته ديال التحضير في نعم. هو عجينته غيكون بحالو بحال الفقاس فالعجين ديال الفقاس العادي ديالنا كنستعملوه بالزبده كنستعملو رابعه ديال الزبده زبده اي نوع غتكون زبده العبار لان بغات شي حاجه زوينه هي بغات شي حاجه جميله فرابعه ديال زبده العبار كنستعملو نص كاس ديال زيت المائده كنستعملو سته ديال البيضات كنستعملو رابعه ديال سنيده ياك فنعاودو باش ما يكونوش خدات المقادير عطيتهم ليها بسرعه لالا اسماء فنستعملو رابعه ديال الزبده ديال العبار ياك نصف كاس زيت المائده رابعه ديال سكر سنيده من الاحسن وكنستعملو جوج معلقات كبار ديال الماء العادي ياك وكنستعملو سته البيضات هي كنقولو من خمسه لسته لسبعه البيضات على حسب اللي بنتي بغيتي غير هي في الوسط كناخدو سته البيضات كيجيو احسن والد كنستعملو معاهم فاني ولكن الفاني ديال الزهر ماشي فاني عادي نعم كنستعملو داك الفاني ديال الزهر كنستعملو واحد جوج معلقات كبار ديال الزنجلان اللوز لا اللوز غادي نخليوه غنجيبو اللوز ديالنا وغادي نحمرو بقشرة ديالو ونحمرو شويه في الفرن غير شويه نزهدو شويه ماشي تنحمرو بزاف غير يتزهد شويه وكنهروشو نعم ياك كيتهروش كنخليوه جانبا بوحدو ما كنستعملوه وفي الداخل ديال العجين ديالنا كنستعمل جوج معالق كبار ديال عصير البرتقال ياك كنستعمل في الخليط ديالي خماره اونص نعم وكنبدا نعجن دقيق من طبيعة الحال مغربل معاه خمارة أونص وكنبدا نعجن بشوية بشوية وأنا كنضيف الدقيق بشوية 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 فهو هاد المقادير هادي كتاخد من 800 حتى 950 غرام ديال الدقيق ياك وكنبدا نجمع بشوية بشوية مني كنجمع العجين ديالي فيه غير الزنجلان بوحدو اللي معجون فيه وكنحطو يرتاح واحد شوية نخليه واحد القسم نغطيه ونخليه يرتاح الزنجلان ما كنطحنو ما والو كنحمرو وكنخليوه صاين وخليه حبيبات هكاك ورميه في العجين ديالك نعم. فكتاخدي داك الفقاس ديالك كتشديه كتقسمو على قريصات انا هذا كنقول راه كنعاود نقول ماشي الفقاس العادي اللي كنستعملو بلدي ديالنا ياك كترجع كتورقو هكا على شكل مربع ولا مستطيل وكتاخد ديك اللوز اللي هي هروشات وكتبدا تفرشو فوق من داك المستطيل نعم هنا كنضيفو حنا ديجا درنا معلقه كبيره ديال عصير جوج معالق كبار ديال عصير البرتقال ياك في العجين درناهم كناخذوا لي كوز دورانج كاينين متوفرين يعني داك القشور ديال الليمون اللي معسلين اولا خذي ليمون ولا جوج ليمونات قطعيهم نقي كل الليمون ديالك خذي ديك القشره ديالو حيدي ديك البيض ديالها ماشي ما تخليهاش باش ما تكونش مره ماشي زعما القشره رقيقه تكون مهبره شويه القشره وقطعيها مربعات صغيره ياك غليها مره جوج ثلاثه تغلي وتصفي ديري الماء ثاني المره الاولى والثانيه والثالثه غير غلا وصفي وعسليهم شويه ديال الزبده وشويه السكر وتبداي تخليهم تيبردوا وتبدا تفرقهم مع ديك اللوز نعم ياك يكونوا صغيرين بزاف مقطعين رقاق بزاف وكتبدا تفرشهم مع ديك اللوز وهي كتلوي كنبداو نلويو حريبلات ديالنا بحال الفقاس نعم حرابل على شكل باكيت ولا على شكل باريزيانات هكا ونحطهم يجمدوا نحطهم يبردوا واحد شويه عاد شحال ديال الوقت كيجمدوا يبقى واحد 10 دقائق في المجمد علاش المجمد منين غنديروهم ما غاديش يتخسروا ديال لا فورم ديالهم منين غادي يطيبوا لان غيطيبوا بحالهم بحال الفقاس العادي طيبوا نص طيبه غادي تقطعوا نعم ياك غير مفقاس احسن حاجه حتى في لي باتيسري كنستعملوها كناخذوا الفقاس كندخلوا المجمد علاش ملي كيخرج ما كيتشتتش وما كيتحمرليش بزاف حنا الفقاس دغيا كيبدا يتحمر ياك فما كيتحمرش بزاف كندخلوه ديريكتومون المجمد 10 دقائق نعم من بعد كناخذ ديك لي باكيت ديالي كيكونوا شادين مزيان وهكذا كناخذ لاطي اما كندهنها بواحد شويه ديال ولا ورق الطهي بابي كويسون وكندهن بيضه ماشي يعني هنا كنقولوا البيض لانه هو البيض من المسببات الكبرى ديال التشقاق ديال الفقاس نعم سمحوا لي فانا قلت بيضه ففي الاول انا كنستعمل من دائما وليت كنستعمل الحليب نهار اللي شفت واحد السر من اسرار المخبزات ولا ما كيستعملوش البيض في الدهن ديال الفقاس
لان كيتشقق كي عطاك داك الشقه في الوسط بالفعل كي ديما كتخرج الفقاس كتلقاي فيه شقه في الوسط فبالتالي ملي كتقطعيه يا اما كتمشي النص ديالها كيتهرس فايفيتي الناس كاع المستمعين اللي هو جربوه ولا اللي قراو عندي ولا كيقول لي زعما راحت الله لان بالحليب الحليب ديري الحليب واحد نص كاس ديال الحليب فيه شويه حليب سائل حليب سائل ديالك عادي ديري فيه واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو باش تاخذي اللون خلطيهم ودهنيه مره قبل ما يدخل المجمد دخليه بالحليب مدهون شويه بودره الكاكاو وخرجيه ثاني وحطيه في بلاطو عاوتاني دهنيه ودخل الفران صافي ودخليه الفران ديالك يكون بارد نقصي الفران وخليه يطيب على مهلو باش الوسط 10 دقائق 12 دقيقه الفران يكون مهيل ما يكون سخون منين يطيب خرجيه غطيه بواحد الزيف ديال المائده اللي كيكون عندي الزيف اللي هو خاص بالمطبخ ما يعني اللي هو كنشفوا فيه بطاطا اللي بغينا نقليوها نغطيو به هكا كيكون نقي فكنفزقوه في الماء والزهر شويه الماء والزهر كنغطيوه ونخليوه مده ديال واحد ساعتين حتى يفزق مزيان قطعوه ونحمروه بصحه والراحه بصحه والراحه اذا هذا هو الوصفه اللي طلبتها اسماء فكنتمناو تكون خدات المقادير كلها وخدات كذلك الطريقه ومشكوره على الطريقه ديال الحليب والكاكاو باش يتفادوا كثير من السيدات داك التهرس ديال ربما ديال الفقاس ديالهم من خلال استعمالنا البيض فمشكور على هذه الوصفه مشكور على هذه لاستيس مازال غنتواصل معكم وناخذ مكالماتكم مازالين معكم شاده الاسره مازالين معكم المستمعين والمستمعات في شهد الاسره ومازال معنا شيف هدى اليداري وفي شيوه مجربه ولديده ومازالين في الاسئله ديالكم اللي كنجاوبوا عليها من خلال الرقم 0522 36 10 36 او الاس ام اس على 55 66 ثمن رساله الواحده 6 دراهم تي تي سي. اذا توقفنا عند السؤال ديال حفيظه اللي تكلمات على المقادير ديال القريشلات صغيورين اللي يكونوا هشيشين واللي يكون الشكل ديالهم على شكل هرم كذلك حتى المستمع على الاس ام اس على 55 66 ثمن رساله 6 دراهم تي تي سي تاهي تكلماتنا السؤال تاهي بغات القريشلات ديال مراكش نعطيو المقادير والطريقه ديالها يلا حبيباتي بالنسبه للقريشلات اللي هما ديال مراكش اللي هما رطيبين بحال اللي طلبت حفيظه وكان الطلب الاخر اللي في الاس ام اس اللي بغات قريشلات مراكشين فنفس الشكل غادي يكونوا رطيبين ولذاذ فنعرفوا القريشلات ديال مراكشين كيكونوا رائعين اذا اول حاجه كناخذوا المقادير عندنا فيهم ما كيكونش فيهم البيض كيكون فيهم فقط زيت الزيتون وزيت المائده هما اللي كيكون فيهم واحد اللذه فاللي فري فري هما ديال المراكشين ما كيكونش فيهم كيكونوا رطيبين وبلا بيض نعم ياك فكنستعملوا نص كاس ديال زيت المائده كنستعملوا نص كاس ديال زيت زيت الزيتون كنستعملوا معلقه كبيره حتى جوج معلقة كبار ديال النافع بلدي داك الصغير كنستعملوا جوج معالق كبار ديال الزنجلان كنستعملوا فيهم كاس ديال السكر ثاني دا ماشي كلاصي لان الكلاصي غادي يعطيني يقصحهم ليا شويه كنستعمل فيهم واحد يعني راس المعلقه ديال الخميره ديال الخبز ماشي الخميره ديال الحلوه نعم راس المعلقه صغيره اي شويه واحد الطريف ديال الخميره ديال الخبز اللي كنتفا ديال اليد اللي كنقولوا نتيفا وكنستعملوا معلقه صغيره ديال الزبده وكنستعملوا ثلاثه المعالق كبار حتى ربعه المعالق ديال الماء نعم. الماء العادي من روبيني كنستعملوا حتى ربعه المعالق كبار فيها وكنبداو نخلطوا هذا المزيج هو الاولاني عاد كنضيفوا له الفاني كيبقى انت حريه الاختيار وانا كنفضل بانهم يبقاو بالنص ما ديالهم اللي هما هادو كنهضروا على القريشلات البلديين اللي هما بلديين ديال اللي كيجيو رطيبين وكنعرفوهم في مدينه مراكش مشهوره بهم ياك كنبداو نضيفوا لهم الدقيق بشويه بشويه فهما ما فيهمش بزاف ديال المقادير الزيت الماء معلقه ديال الزبده الدقيق وشويه ديال الخميره والسكر فقط هادو كيكونوا هما المكونات ديال داك القريشلات بالنسبه للاخت حفيظه لاله حفيظه اللي طلبات بان قريشلات قالت لك كيكونوا على شكل هرم نعم ولا على شكل مثلث اللي هو هرم فكناخذوا داك الحربول ديال اللي ملي كنصوبوهم وكنساليو جمعناهم بالعجينه ديالنا جمعناهم وسينا ياك مني كنجمعوهم كناخذوا كنحربلوهم على شكل هكا فوق الطبله ديالنا ولا فوق البوتاجي كنبداو نحربلوهم رقاق مني هادو مني كيكونوا على شكل هرم ما كنحربلوهمش رقاق بزاف شويه مويان كنخليهم غادين شويه ماشي بزاف وكنبداو نجيو من الاعلى من الفوق ديالهم كنبداو نشكلوهم على شكل مثلث يعني كنبداو نقبطوا ديك الراس وكنشكلوه بصبعنا نعم بحال اللي غادي نضيقوا من الجناب وكنطلعوا الفوق ياك فوالا فكنبداو بحال اللي غادي نديروا شكل المثلث كنبداو نديروا داك كنحولوه غير بالاصابع ديالنا كيجي مثلث طويل باش الناس غير يفهموا علينا لا مثلث ماشي كنديروا مثلث هكا بالعجينه كنقطعوها لا حربول عادي اللي كتصوبي يا اما كتقطعيه هكاك
كتدخلي المجمد باش يسهل عليك التقطع ديالو. كتدخلي علاش كندخلو المجمد؟ غير باش كنقطعو قد قد. نعم باش كيقبط لينا شويه. اييه اولا كناخذ كنجيب داك هذا بالاصابع ديالي كنبدا نقادلو على شكل جبل، يعني الشكل ديال الجبل بحال اللي كنقولوا هذاك هو المثلث ولا الهرم اللي كنديرو. فكنبداو بالاصابع ديالنا كنضيقوا العجينه من الفوق بحال اللي كنقرصوها من الفوق حتى كتاخذ عندي شكل مثلث هرم يعني كبير هكا. وكندخلهم طبيعه الحال اهم شيء خصو يدخل المجمد واحد 30 دقيقه 30 دقيقه كنخرجوا كيبدا يخرج لينا. علاش داك الشكل المثلث اللي هي بغات ضروري ما يدخل المجمد 30 دقيقه باش يشد لا فورم ونقطعوه وندخلوه للفران وكنقدموه بالصحه والراحه. اذا هذا بالنسبه للقريشلات المراكشيين. اذا بهذه الطريقه كنكونوا جاوبنا على الاسئله ديال كل المستمعين والمستمعات. مشكوره هدى على كل هذه الوصفات. شكرا لكل المستمعين ديالنا اللي نتمنى نكونوا خفينا اليوم يجربوا وصفات ديالنا يردوا لنا الخبر. طبيعة الحال يردوا لنا ويقول لنا مدى النجاحات ديالها على 0522 36 10 36 او على الاس ام اس على 5566 8 رساله 6 دراهم تي تي سي. ما بقى لي الا نمشيو انا